السلام عليكم احبائي الجيمرز، مرحبا، اتمنى تكونوا بصحه جيده. معكم زياد من قناه جيمنج رايدر زون او متسابق الالعاب، ورجعنا لكم اليوم يا شباب بفيديو جديد وخرافي، وهو تحميل المحاكي جيم لوب الخرافي الجديد. طبعا يا شباب بدون تقطيع بعمل اعدادات خفيفه عشان تكون اللعبه لنا سلسه، بالاضافه يا شباب نظبط لكم الاعدادات كمان داخل اللعبه. فاتمنى يا شباب تدعمني باللايك والاشتراك بالقناه، وان شاء الله يا شباب ما ضل شيء للألف مشترك، بس بهمتكم دعمكم يا شباب نوصل للألف مشترك. اتمنى يا شباب تدعموني، فخليناش نطول عليكم، خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. اوكي يا حبايبي، طبعا يا شباب قبل ما ننزل المحاكي لازم نسوي شغلات مهمه عشان انه ما يصيرش عندنا مشاكل بالمحاكي او مشاكل باللعبة. طبعا يا شباب اول اشي بنروح نسويه نروح نمسح المحاكي. طبعا انا مسحت المحاكي من قبل، بس بتروح على الكنترول بانل وبتدخل على المسح الايقونات او البرامج، راح تروح على تضغط على الجيم لوب، بتعطيها انستول، معروف يعني جدا جدا بسيطة الشغلة. طبعا بنسكر هون. طبعا يا شباب الشغلة الثانية اللي بنروح نسويها وهي نروح على السيرش تحت، بنضغط على ران، نروح على ران، نضغط نكتب الامر هاد 100 تاب 100، نضغط اوكي. طبعا هتلاقي عندك ملفات الكلين كاش تبع المحاكي نفسه. طبعا يا شباب هدول كلياتهم تمسكهم زي هيك، تعطيهم ديليت، يلا ديليت على السريع، ها كلهم ديليت، امورك تمام. طيب ايش ما مسحش معك ما في مشكله، بتعطيه سكيب، خلص هيك امورك تمام. بعدين بنروح وين ما احنا ثبتنا المحاكي، بدنا ندور على ملف اسمه التمب. طبعا ملف التمب انا مرات بيكون هو اغلب الاوقات بيكون بالدي مش بالسي، بالدي. طبعا يا شباب هي ملف التمب، لازم تدخل جوا الملف تتاكد هو مكتوب تي اكس جيم داونلود. طبعا هذا هو الملف، بس بتعطيه ديليت وراح يمسح معك. اوكي يا حباب، بعد ما سوينا الثلاث خطوات المهمين قبل ما نثبت المحاكي او ننزل المحاكي، كل عليك هلا نبلش ننزل المحاكي. بنروح على، راح تلاقوا طبعا الرابط تحت بالديسكريبشن يا شباب، بس كل ما عليك انك تضغط على الرابط راح ينزل دغري عندك المحاكي. طبعا يا شباب انا راح اكون منزله هيك زي ما انتم شايفين، هيو نزل، بس بتحط تضغط راح ينزل دغري وجدا سريع. تضغط المحاكي بتعطيه يس، طبعا بنستشر هاي. بنروح على الكوستمايز يا شباب، بعدين بدنا نثبته على السي. طبعا يا شباب اذا عندك انت اس اس دي راح يكون اقلاع المحاكي جدا سريع بالنسبه لاقلاع المحاكي، اذا حطيته انت على السي وكان عندك اس اس دي راح يكون اقلاعه جدا سريع، وهذا جدا بفيدك يعني بدون لاج، ببطل فيه يعني كثير شغلات بتفيدك. فاحنا بنضغط على براوز، بنروح على الدي، بنحطه على السي، نعطيه اوكي، نعطيه انستول. طبعا يا شباب هلا هيك بلش يحمل معك، خليه يحمل وبرجع لكم مره ثانيه. اوكي يا احباب، بعد ما ثبت المحاكي وامورنا تمام راح يطلع لكم نافذة هاي. طبعا يا شباب هذا حسب انت الجهاز تبعك. طبعا بنروح يا شباب على الثلاث شحطات هدول، نعطيه سيتنجز، نضغط على سيتنجز راح يفتح معنا النافذة هاي. طبعا يا شباب هون الخيارات ما في الها داعي، بنروح على الثانية، بنروح يا شباب نختار الدايركت اكس وبنضغط على الخيار هاد انه نشغل المحاكي بالكرت الشاشة اللي عنا، انه يشتغل كرت الشاشة مع المحاكي، انه ياخذ طاقة من الكرت الشاشة عشان يكون اداء اللعبة احسن او اداء المحاكي افضل منه مليون مرة. طبعا نضغط على صح. طبعا يا شباب انا بفضل مثلا الباقي كلياتهم اللي هون، البروسور والموموري خليها كلياتها اوتوماتيك احسن لك. طبعا يا شباب الريزولوشن اللي هون حسب الريزولوشن اللي عند شاشتك، مثلا عندك ال 1900 × 180. طبعا يا شباب ممكن تعرف هذا الاشي، بتضغط رايت كليك، تروح على الديسبلاي، راح يظهر معك بالشكل الاتي. طبعا يا شباب راح يظهر معك طلع 1920. طبعا هون بيطلع لك، هون انت بتحط نفس الخيار، بيطلع لك نفس الخيار اللي هون مثلا 1920 ب 1080، خليها انه هي المستحسن، كتب لك هون المستحسن، بتضغط عليها زي ما هي، تحط ال 1900. طبعا بالنسبه للدي بي اي، هذا الدي بي اي يا شباب مش الدي بي اي تبع الماوس، الدي بي اي تبع الشاشه، بيقول لك سكرين دي بي اي يعني وضوح الشاشه، وضوح اللعبه نفسها. فنخليها زي ما هي 240 كافي وجدا منيحه. بنروح يا شباب على الخيار الاخير وهو الجيم، هو اهم اشي. طبعا يا شباب انا حاطه اتش دي 1080 بت، بعدين بنروح على الجرافيك كواليتي خليها اتش دي، طبعا على اف بي اس خليها 90، تعطيه سيف. هيك خلصنا يا شباب من امور المحاكي.
اوكي احباب، بعد ما عملنا احنا اعدادات المحاكي يا شباب، حبيت نضيف هاي الشيء جدا ضروري عشان انت تسويه ويصير يزيد اداء المحاكي عندك. طبعا يا شباب بنروح على تحت على الخانه تحت على السيرش او البحث تحت، بس كل ما عليك تضغط تكتب جرافيك سيتنجز، جرافيك سيتنجز، جرافيك سيتنجز، جرافيك جرافيك سيتنجز، راح تطلع لك هون بالشكل الاتي. تعطيها اوبن هون، طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين اي هون. طبعا يا شباب هذا بتقدر تسويها لاكثر من شغله، مثلا اكثر من لعبه بتقدر تسوي هذا الخيار هذا لزياده اداء اللعبه داخل، يعني تزيد اداء اللعبه او تخليها هاي برفورمانس اعلى اداء لتشغيل اي لعبه او اي محاكي انت اللي عندك اياه. مثلا عندي الجيم لوب، انا راح اعمل له ريموف هون، راح ارجع اضيفه. كل ما علي انه اضغط براوز وين مثبت المحاكي او موجود هو على الديسكتوب، بضغط على الديسكتوب ندور المحاكي، هاي المحاكي. بس كل ما عليك تضغط عليه زي هيك، بعدين بتروح تدخل على الخيار هذا اوبشنز، بتحطه هايج برفورمرز سيف، امورنا تمام. وهذه هي كانت طريقه هاي كثير خرافيه جدا، راح تفيد وبتزيد من اداء جهازك 200% لما تشغيل اي لعبه. لازم بس كل ما عليك انك تحط اللعبه نفسها وين انت مثبتها او اي محاكي، هاي جدا راح تفيدك. يا اصدقائي زي ما انتم شايفين هي فتح معي لوبي. طبعا يا شباب اول شيء راح نسويه قبل ما نعمل ريستارت للمحاكي، بنروح على السيتنجز او الاعدادات الرسوميات او الجرافيك. طبعا يا شباب انا بنصح انك تحطها سموث 90 فريم، على اللوبي كمان سموث 90 فريم. طبعا يا شباب بتحطها كيرفول هون وبتعطيه اوكي. طبعا بعدين هون بترست المحاكي، هنرست المحاكي ونرجع. اوكي يا حبايبي هم بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يا شباب تكونوا استفدتوا منه، واذا عندك اي تعليق او اقتراح او مشكله برضو اكتبوا لي اياها تحت بالكومنت، واكتبوا لي كمان يا شباب شو رايكم بالمحاكي اللي نزلت لكم اياه. بس ما تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناه، ومره ثانيه يا شباب احب انه احكي لكم انه ما ضلش شيء لل1000 مشترك. اتمنى يا شباب تدعموني فزعتكم يا شباب باذن الله. طبعا يا شباب كان معكم اخوكم زياد من قناه جيمنج رايدر زون او متسابق الالعاب، بنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.